سواء نقاش ربي ماشي لسوق الشواشية اللي موجود في المدينة العتيقة في تونس العاصمة، بحذاجة مع الزيتون. السوق هذايا يحرسوا حارس كل صباح يحللنا البيبان مع السبعة، ونتوكلوا على ربي نخدموا على رواحنا. أنا محمد بن عباء سواشي، الصنعة ذي ورثتها أب عن جد. الصنعة ذي أولا تبدأ من صوف، هذي خيط بتاع صوف اللي نستورده فيه من الخارج، واللي هو يتسمى ميرينوس أستراليا، من أحسن الأنواع بتاع الصوف. الصوف هذي تعملوا به الكبوس. الكبوس هذي يتعمل 5 أباري، والنساء هما اللي يخدموه. الكبوس ياخذوا الشغل اللي هو الصوف ويخدموه ب5 أباري. كل 5 أباري معناتها يدوروهم باش يخرج كبوس. بعد المرحلة هذية تجي مرحلة تلبيد الشاشية. يلزمنا من الكبوس هذية باش ناخذوا للشاشية هذي. دونك التلبيد يبدأ يتغسل بالماء السخون والصابون، هذية بعد غسيل 4-5 ساعات نلقاو النوعية هذية، وبعد 12 أو 13 ساعة نخلطوا للشاشية هذية اللي تسمى شاشية كروزو. المرحلة اللي من بعد هو التقرديش. التقرديش هذاك يصلح باش الشاشية بعد ما تكون يابسة تولي لينة، باش المرحلة اللي تجي من بعد هي الصبغ تكون سهلة. في ليبيا اللون اللي يمشي أكثر هو اللون الأسود، تلقى الحيط متاعها قصير، والشاشية الليبية تمتاز بالكوبيتش، خلافا للشاشية التونسية اللي هي تلقاها حمراء وما فيهاش الكوبيتش هذي، والحيط متاعها عالي. السلام عليكم، الله يعينكم. هذه توا المرحلة الأخرانية متاع صناعة الشاشية اللي هي الحديد، باش تعطي الشكل النهائي قبل البيع. بعد عملية الحديد نخليوهم 24 ساعة تقعد الشاشية في القالب متاعها، ومن بعد نحيوهم من القوالب، وكل شاشية حطولها طبعا العلامة متاع المعلم الشواشي. والسيد دي من هنا قاعد يعمل في النيشان، يخيط في النيشان كل شاشية. كل شواشي عنده علامة مميزة اللي احنا نسميها النيشان. صنعة دي مع الأسف ولادنا ما عادش يحبوا يتعلموها، وأنا أعطيهم الحق على خاطر تعب فيها كبير وتضحيات كبيرة، وفي الأخر الأرباح تلقاها قليلة بالكل. وبشوية بشوية هاكم تشوفوا في سوق الشواشية مالي الأحوان قاعدين يبيعوا في أحوانتهم، ولاو مطاعم ولاو مقاهي، وخايف ليجي نهار من النهارات ما عادش يلقاو حتى شواشي، وباب سوق شواشية يغلق نهائيا.